الله أكبر، إطلاق صاروخ، الله أكبر. صاروخ، الله أكبر، سقط على حباب هود من القلعة 6/7/2013. ما هذا الدخان الذي يصدر عن هذا الصاروخ؟ دخان أبيض كثيف. الله أكبر، هذا الصاروخ أو القنبلة الكيميائية التي ألقيت من القلعة على حي بابهود ما زالت تصدر دخان أبيض. الله أكبر، أشبه بالقنبلة الحرارية التي تلقيها الطائرات.